فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا نبه المشركون عن الاستغاثة بالميت ردوا بأنه لا فرق بين الاستغاثة بالميت أو بالحي، وقالوا إنما هو السبب من الأسباب. قل لهم: هناك فرق بين الحي والميت ولا لا؟ يقولون: ما في فرق بين الحي والميت، ما يمكن يقولون هذا. قل له كذا: هل الحي والميت سوا؟ إن قال نعم فهو مكابر، إن قال أنه ما هم سوا فهو يقال إذن الاستغاثة بالحي غير الاستغاثة بالميت، لأن الحي يقدر على أن يغيثك، وأما الميت فلا يقدر أن يغيثك، ما يغيث نفسه. نعم.